السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. منذ ما يقرب من العامين سمعنا جميعا عن ما يسمى بالLarge Language Models، نماذج اللغة الكبيرة، والتي على أساسها تم إنشاء الـ GPTs Generative Pre-Transformed Pre-Trained Transformers، وبعد ذلك طبعا ظهر لدينا ChatGPT وغيرها من النماذج الأخرى الخاصة بالذكاء الصناعي التوليدي، اللي يعني انتشرت واشتهرت في السنوات الماضية، السنتين الماضيتين بالتحديد، بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه اعتبرت أنه هي الثورة الجديدة للذكاء الاصطناعي، الذي حوله من كونه مجال تخصصي للمختصين فقط إلى أنه أصبح يعني عملية الديموكراتيزيشن، اللي هو مسألة أنه يتحول إلى شيء ديمقراطي للجميع بكل المستويات، سواء كانوا مختصين أو غير مختصين. Large language models، النماذج اللغة الكبيرة، بالحقيقة تحتاج إلى الكثير من الريسورسز، من الموارد والهاردوير والنيفيديا جي بي يوز وغيرها من الأشياء الأخرى، ورؤوس مال كبيرة جدا، حتى نستطيع أنه نقوم بعملية التدريب لهذه النماذج الكبيرة من أجل أنه نصل إلى شيء يشبه الشات جي بي تي. شات جي بي تي يعني مو رخيص بصراحة، وحتى تشغيله يعني كلفة التشغيل اليومية يعني مئات الآلاف من الدولارات وربما حتى ملايين الدولارات. فبالتالي هنا بدأت تظهر أدنى بعد فترة من الزمن أشياء يعني أو توجهات نحو يعني تقليل أو تصغير حجم هذه النماذج اللغة الكبيرة إلى نماذج أخرى صغيرة يمكن أن تعمل على أجهزة أقل ريسورسز، أقل موارد، يعني تحتوي على موارد أقل، ذاكرة أقل، معالج أقل، كروت شاشة يعني أو جي بي يوز أقل. وهنا ظهر لدينا مصطلح السمول لانجويج مودلز، الاس ال امز، بدل ما كانت عندنا ال ال امز الآن أصبحت لدينا الاس ال امز. هذه هي اللي راح نشوف ان شاء الله اليوم، نحاول انه نتحدث عنها بشكل كبير جدا، واللي هي بالحقيقه حسب قول الكثيرين ومن المختصين والمتابعين تعتبر هي مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي. فما هي نماذج اللغه الصغيره، وما هي فوائدها، وما هي تطبيقاتها؟ خليكم ويانا ان شاء الله، وراح نتعرف على هذا الشيء سويه. بدايه طبعا حالها حال كل الثورات التي ظهرت في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات في المئة سنه الماضيه، دائما نبدأ بشيء كبير يكون هو من اختصاص الشركات فقط، بعد ذلك تبدأ المحاولات لتصغيره وبناء نماذج صغيرة من عنده. أبرز مثال على هذا الشيء هو اليونكس، اللي هو كان نظام تشغيل للمين فريمز، وبعد ذلك طبعا بدأت محاولات تصغيره وجعله يعني أيضا ديموكراتايزد، أنه وضع ديسكتوب على كل يعني ديسكتوب بي سي أو بيرسونال كمبيوتر على كل ديسكتوب، وهذا اللي هو ادى الى يعني ظهور لينكس وكذلك يعني ابل وويندوز وغيرها من الاشياء الاخرى. نفس الحاله بالنسبه لنماذج اللغه الصغيره، هي بالحقيقه ايضا عباره عن انظمه ذكاء اصطناعي او مرتبطه بالذكاء الاصطناعي، مصممه من اجل فهم وتوليد اللغات الطبيعيه، يعني ناتشرال لانجويج بروسيسنج، ولكنها فقط سبيسيفيك تو بزنس نيدز، يعني فقط محدده لمجال معين. طبعا هي تنطينا كفاءة أعلى ودقة أعلى within niche domains، يعني في مجالات دقيقة جدا، يعني نموذج لغوي طبي، نموذج لغوي صناعي، نموذج لغوي زراعي، نموذج لغوي تجاري، يعني راح تكون هي مخصصة ودقيقة جدا ومدربة لمجال اختصاصي صغير جدا، وليست بخلاف large language models اللي هي مدربة على كل شيء. يعني بالحقيقة هي تهدف أنه تكون يعني ملمة بكل المجالات ومطلعة على كل المجالات. والداتا اللي استخدمت في تدريب هذه النماذج اللغة الكبيرة مثل شات جي بي تي وجيميناي وغيرها، هي بالحقيقة خليط من المصادر من كل المجالات، يعني كتب، أشعار، تاريخ، جغرافيا، فيزياء، كيمياء، كل المجالات الأخرى جمعوهم سوية ودربوا عليهم هذه النماذج الكبيرة. على خلافها النماذج الصغيرة راح تكون لا، هي مخصصة فقط لمجالات محدودة جدا حتى تعطينا دقة أعلى وكفاءة أعلى لهذه المجالات التقنية الدقيقة. طبعا مثل ما واضح أمامكم أيضا ومثل ما ذكرنا قبل قليل، أنه تدريب هذه الشبكات أو هذه يعني نماذج اللغة الصغيرة راح يكون هو على domain specific data، بيانات مخصصة لمجال محدد، وبالتالي راح تعمل لها عملية الفاين تيونينج اللي هو الضبط الدقيق حتى تكون هي مناسبة لمتطلبات مؤسسة معينة أو مجال معين أو اختصاص معين أو بزنس معين. طبعا هذه عملية التدريب التي على بيانات اختصاص معين أو شركة معينة أو بزنس معين راح تنطينا دقة عالية جدا في توليد النصوص، وبالتالي بدل ما أنه أنا أسأل شات جي بي تي ويجاوبني فالجواب عام، لا، راح أسأل فنماذج لغة بسيطة صغيرة
راح تجاوبني على سؤال مخصص في المجال الذي سألت عليه فيما يخص عمل شركتي، مؤسستي، جامعتي، تخصصي العلمي، تخصصي العملي، وبالتالي راح نتجنب الكثير من المشاكل التي يمكن أن تحصل مع الـ One Size Fits All Models، النماذج التي هي تحاول أن تكون هي نموذج واحد يكون هو شامل لكل شيء، مثل تشات جي بي تي طبعا. فوائد نماذج اللغة الصغيرة هي قابلية الوصول لها وكونها هي أرخص بكثير من نماذج اللغة الكبيرة، راح تكون هي أيضا أكثر كفاءة للطاقة واستهلاك الطاقة من النماذج الكبيرة طبعا، راح تكون هي ذات قيمة كبيرة جدا للأغراض التدريبية والتعليمية والتدريسية، أيضا راح تكون هي أرخص بكثير في مسألة التطوير، أيضا راح تكون هي أسهل بكثير من مسألة الكوستمايزيشن أو التخصيص يعني. فهذه هو كلها بالحقيقة يعني الأشياء التي عندما نجمعها سوية نستطيع معرفة أهمية هذا النوع من الـ يعني الـ small language models أو النماذج اللغة الصغيرة. أمثلة من العالم الطبيعي على بعض التطبيقات التي يمكن أن تستخدم أو تستفيد من هذه النماذج اللغة الصغيرة، مثل ما ذكرنا هي يعني فائدتها الرئيسية هي كونها كفوءة للطاقة، كفوءة من ناحية الكلفة، فيمكن أن تعمل على كثير من الأجهزة حتى وإن كانت بها minimal computational resources، يعني أقل ما يمكن من موارد المعالجة CPU GPU، وبالتالي طبعا راح تكون هي ممتازة جدا بالنسبة للسمارت فونز يعني الهواتف الذكية، سمارت هوم ديفايسز الأجهزة في المنازل الذكية، wearable technologies التقنيات القابلة للارتداء، النظارات القابلة للارتداء، يعني الساعات القابلة للارتداء أو أي شيء آخر، يعني حتى الهلمت اللي هي الخوذة مات الـ VR virtual reality extended reality augmented reality، automotive systems الأنظمة يعني السيارات ذاتية القيادة، الدرونات وغيرها، educational tools الأدوات التعليمية، وأخيرا الانترتينمنت سيستمز أنظمة الترفيه الخاصة بالألعاب والجيميفيكيشن وغيرها من التطبيقات الأخرى. هذه كلها بالحقيقة يعني في عالم اليوم تحتاج أنه تكون مرتبطة بالإنترنت وتحتاج أنه تكون مرتبطة بسيرفرات يعني جيميناي أو تشات جي بي تي أو غيرها حتى تقدر أنه تستخدم يعني الإمكانيات الخاصة بها، على خلاف ما تقترحه السمول لانجويج مودلز، بحيث أنه إحنا بالمستقبل نقدر أنه نشغل هذه الأجهزة بإمكانياتها البسيطة أنه تشغل يعني نماذج SLMs بكفاءة وبمعالجها الصغير وذاكرتها الصغيرة وكذلك يعني الريسورسز الخاصة بها اللي هي كلها تكون صغيرة. أفضل نماذج اللغة الصغيرة المتوفرة في عالم اليوم هو اللاما 388B، فاي 3 وكذلك أوركا، ستيبل بيلوغا 7B وكذلك جيما أو جيما 2. هذه بالحقيقة النماذج اللي هي مطورة من قبل شركة ميتا يعني فيسبوك سابقا ومايكروسوفت وجوجل وبقية الشركات الأخرى. هذه بالحقيقة تعتبر هي أفضل النماذج اللغة الصغيرة المتوفرة في عالم اليوم اللي هي بالحقيقة يعني هي فاين تيوند لتطبيقات مختلفة، ممكن أنه إحنا أيضا يعني نقدر نأخذها ونسوي من خلال نستخدمها بعملية الفاين تيونينج حتى أنه نقدر نخصصها بعد أكثر لشغل شركاتنا، مؤسساتنا، جامعاتنا، عياداتنا أو البزنس الخاص بنا مهما كان نوع هذا البزنس. فهذه بالحقيقة هي الأشياء اللي حبينا أنه نسولف عنها اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في سلسلة قادمة من الدروس المنوعة حول هذه المجالات الحديثة إلى حد ما، واللي نعتقد أنه راح تكون هي مفيدة إن شاء الله لمختلف أنواع الباحثين والطلبة والمختصين في هذه المجالات. تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.